FM. الكلمة ليك. تم بهام هالنشرة إخبارية ساخرة وخيالية خالية من المصداقية. جميع محتوياتها من عناوين وتفاصيل قام بعددها ثلة من الإطار شبه صحفي اعتمادا على مصادر غير موثوقة. هدف الفقرة أدعى بلا غير وكل تشابه بينه وبين الواقع فرامي مش بالعاني. تعليقا على أطروحة الدكتوراه في صفاقس والتي تحاول إثبات نظرية الأرض المسطحة، قال وزير التعليم العالي سليم الخلبوسي أن الوزارة تشجع العلماء التونسيين أصحاب النظرية الجديدة وأن الأرض فعلا مسطحة والقمر مستطيل والشمس مثلث، ولا لماذا قمنا بالثورة فالثورة هي متوازي أضلاع شبه منحرف. قال الإعلامي لطفي العماري في حوار خاص مع مراسلنا أشرف العطروس أن أطروحة الأرض مسطحة تدعم نظريته والتي تقول أن تونس جاية في هبطة لذلك لا يتوفر فيها البترول، مما يجعله يستنتج أن الأرض مسطحة فعلا ومقعورة تحديدا في تونس. أكدت الطالبة منجية شلافت صاحبة النظرية في حوار حصري مع مراسلنا أشرف العطروس أنها استندت في رسالتها على صورة مكوك فضائي من صنع حاتم القرمازي والذي يستعمل الجوع الممتازة كوقود للمكوك. هذا أكد رئيس جامعة صفاقس السيد مغزل أنه إثبات الأطروحة من عدمها يعود فقط للباجي قايد السبسي الذي عاين بنفسه عملية صبان ضالة الأرض. بكى مدير الديوان الرئاسي معز كانوليكا في خطاب شعبوي بأحد الأحياء المهمشة تحديدا حي النصر، وقال أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قد ضحى بحق أبيل من أجل أن يتبرع لجمعية مرام بدينار. طلب نشطاء بالمجتمع المدني اليوم مصالح الحالة المدنية بالكشف السريع والفوري عن سن بي الزردي حتى يرتاح بال الشعب التونسي ويحسم النقاش حول الأمر. ختاما وضحت ابنة معتمد قفصة والذي ألقي القبض عليه بتهمة الرشوة أن ما قالته حول والدها يملك وثائق فساد سيقوم بكشفها عند خروجه من السجن يتنزل أكيد في إطار سياسة توري نوري. الكلمة ليك.